شي خراج اللي ضربني بالموس، عندي شهادة طبية فيها 22 يوم ومازال كيهددني ومازال خارج ومازال جالس حدايا وكيهز عليا الموس كيقول لي مازال غنقتلك من غير انا اللي عندو في الدنيا هاد الوليدات هادو ستة الوليدات. السلام عليكم، انا اسماء بنت الزهرة. كانت انا كنقطع حطب وماما كانت كتزرع الشوك. خرج عندها عمي كان كيصحاب لي غير غادي يهضر معاها وبقى غادي عندها وجبد الموس وضربها وهي طيح في الارض. فاش شفتها انا بقيت كنغوت ومشيت عندها هزيتها ديتها للطبيب ودرنا ليها سيرتيفيكا فيها 22 يوم وتوجهنا للقانون وباقي الحدين الان مطلوق تيهددنا وباقي ما داروا معها شي حاجه. وبغيت ماما تاخذ حقها لانه كان غادي يقتلها وتعدى عليها. هذا لوسي خراج اللي ضربني بالموس، عندي شهاده طبيه فيها 22 يوم ومازال كيهددني ومازال خارج ومازال جالس حدايا وكيهز عليا الموس كيقول لي مازال غنقتلك، مازال غنقتلك، الا قعدت هنا غنقتلك. اخوه هو الاستاذ، هو اللي مدعمه، هو اللي كيقول لي هو غنعطي عليك الفلوس وبعد له ولد لا بنت، هو اللي غيخرج لك في عودك وغنخليهم كيدوروا من موراك. انا كنطلب من السلطه وكنطلب من سيدنا يوقف معايا، وهاد الارض كارهه راجلي من 2001 وانا كنحرتها، راجلي مات. دابا انا بقيت انا وليداتي عايشين من هاد الارض. دابا راه جاو كيهدوني وجاب براكه وحطها حدايا ورانا كنبات خايفه وكنبات كنبكي وممكن نعس، وانا عايشه ما بقيت ناكل ما بقيت نشرب ما بقيت حتى شي حاجه. كنت كنزرع الصبار اها ومحاني ما شفتوش هو يضربني في ظهري غفلك من اللور من ظهري وضربني كان غيقتلك. كنعيقتني وخلي وليداتي، عندي سته الوليدات صغار دابا من المدرسه ما بقاوش يبغيو يمشيو ليها، كنديهم بالعصا ونردهم كلهم ايتام. كلهم يتامى، عندي سته الوليدات، جوج بنات بالغن والاخرين قصيرين. وشنو السبب علاش ضربك؟ على الارض كارهه راجلي عندهم من 2001، هو كارهه من عندهم، مات في 2020 في شهر 10. دابا هاد العام هما جاو ليا قلت لهم سيروا دعيوني ونعطاتكم الدوله حقكم تعالوا خذوها. قال لك اسيدي لا حنا نديروا شرعنا بيدنا. انا كنطلب من سيدنا يوقف معايا، انا وليداتي صغار، انا ما قارياش، انا اميه، وهذا الشيء اللي كتشوفوا فيه راه منكر. انا ما عنديش فين نمشي، ما عندي لا خوت لا مم لا بو بلا حتى شي حاجه. انا وليداتي صغار عايشه عا الكوديه عا الخلا، ما حتايه لا جيران لا العيش هاد الليله لا يوقف معايا لا حتى شي حاجه. دابا حنا كنشوفوا قريو من هاد الارض وكنعيش من هاد الارض. حنا كنشوفوا دابا جينا عندك وهاد البراكه اللي كتهضري عليها ديال هاد السيد كاينه حداك هنا وغير الخلا. على الخلا هو كيسكن في قليطره في افكا. كيفاش دايره معاه في هاد العيشه وحدك هنايا والظلام والخوف؟ في الصباح وفي العشيه مازال ما مشاش قد الدارك الملكي. انا جات له ثلاثه الشكايات، درت شكايه على الوكيل الملك ودرت شكايه على وصلوا وصلاتوا الاستدعاء مره؟ وصلاتوا الاستدعاء جوج المرات. ياك جوج المرات وصلاتوا الاستدعاء؟ جوج المرات وما مشاش. شكون اللي وصل الاستدعاء؟ المقدم ديالنا. راه كنبات انا وليداتي في الرعب، كنبات خايفه، كنبات تبكي، ما كنبقات لا ناكل لا نشرب لا حتى شي حاجه. راه كنطلب من سيدنا يجي يدير معايا شي حل في هذا الشيء اللي كيشوفه. هو ترفض اصلا من الارض البلاد السلاليه، ما كيسكنش هنا ورفضوه ومازال دار كارثه هنا عاوتاني من غير هذا اللي كيدير دابا. انا كنطلب من سيدنا وكنطلب من السلطه وكنطلب من اي مشاهد كيشاهدني يفيدني بشي حاجه ويعاونني على وليداتي. رانا امراه ارمله وما عنديش راجلي ورانا بزاف مقهوره والله العظيم. انا مقهوره، انا ما عندي اللي يكون معايا ولا اللي يوقف معايا ولا اللي يساندني ولا اللي يمشي معايا في شي بلاصه ولا وليداتي كلشي كيبكي معايا، كلشي عمو كتشوف فيهم كتحباو كي سيدنا الله ينصرو والله يشافيه ويشوف معايا هذا الحل ويشوف معايا السلطه ويشوف معايا. ما عنديش فين نمشي من غيركم نتوما. الله يحفظكم الله يخليكم الله يطول عمركم. شنو الرساله ديالك الرجال الدارك الملكي؟ الدارك الملكي انا كنطلبكم، انا جيت عندكم ثلاثه الخطرات ولا اربعه، انا كنطلب منكم تساندوني وتعاونوني على هذا المجرم اللي هنايا. راه بغى يقتلني وبغى يخلي وليداتي اللي تما، وما كاينش اللي غيقابلهم وما كاينش اللي غيهزهم، ما عندهم حتى حد في الدنيا من غيري انايا، من غيري انا اللي عندهم في الدنيا هاد الوليدات هادو سته الوليدات، منهم جوج بالغين وسته وربعه قاصرين. انا كنطلبكم الله يرحمكم الوالدين الله يحفظكم. دابا راه دار لي براكه هنا، راه ما كيسكنش هنا، راه كيسكن في قنيطره، وخو استاذ كيسكن في قنيطره والاخرين كلهم كيسكنوا في قنيطره.
دابا راه دار براكه وكيهاجمني وانا راه ارمله وباقا صغيره وباقا عارياش وما كنعرفش فين غنمشي ولا فين غنجي.